نعود إذن بعد هذا الفصل الإشاري، والعودة تكون بسكوبات وأخبار مع الصحبي بكار. أخبار الأول، ياسين المكاري يقرر التنازل عن مستحقاته المالية لصالح النادي الإفريقي ويرفض اللجوء إلى الفيفا على غرار ناتر وتوزغارو بالعيد رغم محاولة البعض للتأثير عليه. هذا تتحسب له قضية عدلية ضد لاعب دولي سابق معروف بتهمة ابتزاز فتاة في مبلغ 16,000 دينار بعد أن وعدها بالزواج، وقضية عدلية من طوى في سوسة القضية العدلية. صناديق الضمان الاجتماعي تهدد بإيقاف نشاط البطولة، بطولة الرابطتين الأولى والثانية. حرب خفية بين كريم الهلالي ومراد المستيري على كرسي جامعة كرة اليد. أجواء متوترة حاليا بين الرئيس الأسبق للترجي سيب شبوب والرئيس الحالي حمدي المدب. انقسامات في حجرات ملابس قوافل القفصة تؤثر على انطلاقة الفريق في الرابطة الثانية. ونوفى الأخبار بتاعي بخبر حزين شوية، وفاة الحكم نزار العلوي من ربيت سيدي بوزيد عن أثر حادث مرور، ربي يرحمه وربي صبر عائلته. شكرا لك صح. نمر إلى الفقرة الموالية اللي هي فقرة ستارز مان. جمال برناس اختار المرة هذه باش يحيي اللاعب الدولي السابق للترجي التونسي زيادة المساني. نشاهدوا الصور. يستعد القفز يضرب الهدف، هدف يسجله غمير تميم العديد يعطيه. الهجوم الثاني عاد الأطرش، زياد المساني وعرقلة وضربة الجزاء التونسي، وهذه عملية هجومية عن طريق خالد بن يحيى. توزيعة الكرة تراوغ ثم تراوغ، وزيادة المساني بقذفة قوية يسكن الكرة في الشباك إعادة لعملية الهدف. نشوف هنا المراوغة من طرف الترجي التونسي ثم من طرف الكرة في مرة أولى ومرة ثانية، وزيادة المساني بالمرصاد يسكن الكرة في الشباك. في الشوط الثاني تواصل نفس السيناريو، وترجي التونسي هبط بقوة وهدد مرمى حارس مستقبل قصرين في أكثر من مناسبة، وهذه قذفة رأسية من زياد المساني معلنة عن الهدف الرابع في هذا اللقاء. إعادة لعملية الهدف بالصورة البطيئة، هيثم عبيد توزيع وزياد المساني في الموعد ليسكن الكرة في الشباك. أربع إذن مقابل صفر. التونسي كان اليوم قائم بضغط مستمر كما قلنا، بحيث أن خط الهجوم كان هذا الهدف الثاني، هدف زياد المساني بشاهد الإعادة. المعلول نبيل المعلول، هيثم عبيد توزيع من هيثم عبيد سويلة، وتعدى الكرة أمام زياد والهدف، الهدف زياد المساني في 34 دقيقة لعب. بسام بسام يوزع بسام والهدف الثاني، زياد المساني باهي منه، فوزي الرويسي فوزي الرويسي فوزي الرويسي، زياد المساني والهدف الثاني، الهدف الثاني لفائدة المنتخب الوطني التونسي.
خالد بن ساسي المثل يقول من شبه أباه ما ظلم. زياد تلمساني ولد اللاعب الكبير سي عبد المجيد تلمساني الهداف التاريخي لكرة القدم التونسية. زياد هداف تعرفه مليح، لعبت معه في المنتخب إلى درجة أنه نقوله تقريب زياد مفتوم في الدزويت. يعني قدرة كبيرة على اشتمام الأهداف، على تسجيل أنصاف الفرص. ما تراش أنه نوعية زياد تلمساني اليوم ما عادش متوفرة برشا في البطولة التونسية؟ صحيح ما عادش موجودة برشا. فصيلة متاع الملاعبية هذوم الانتهازيين بين ظفرين مع الأوبورتونيست اللي يستغل نصف فرصة باش يسجل هدف. أنا هذوما وذاك علاش يعني شفناهم هذوما اللاعبين هذوما اللي نقصوا برشا ما تلقاهم كان يعني في جمعيات الكبار. تشوف توا جمعية الكبار إذا كان فماش يعني دي تري بون زيترونجي ما تلقاش يعني أولاد جمعية دو كاليتي كيما هكا. زياد كان ان جوار دو سيرفاس دو دوزيام متر، عنده سونس دو بوت، يسي بلاس مليح، تري بون دو لا تيت، يعني يشم الاهداف. كان ان غونار دو دوزيام متر يقول لك يعني ثعلب المنطقه الجزاء، منطقه الجزاء، تري بون جوار، ان بوتور، يعني اشتر فرصه يردها. نقولوا احنا فرصه فريمون زياد يعني ان غون بيتور. وصفه اخرى زياد المثقف زادها بيان سور، زياد الاطار الجامعي اللي طبعا تقريبا ملاعبنا ما فيهاش برشا من زياد التلمساني، جمعوا بين القرايه وبين الكره، وبالدليل انه بدا مخر في الترجي. يعني جاء للترجي نجم نقولوا في الاكابر، دخل الترجي معناها بدا مسيرته بصفه مستخره شويه لانه يعني كان منشغل بدراسته. صحيح زياد الى بوكو دو كاليتي هيومان، يعني انسان، ولا زياد الانسان قبل كل شيء كما قلت انت يا خويا توفيق، يعني انسان مثقف، ان تري بون جوور، اون بلوس دون لو جروب يعني قريب برشا لاصحابه، يحب برشا زملائه، وعنده مشروع نتاع مسؤول رياضي زعما. انا متاكد هو 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 مارس المسؤوليه في الترجي، ولكن نحكي مسؤوليه ممكن في موقع اخر، يعني نجم يكون من صناع القرار الرياضي في البلاد. والله يا اخوي توفيق اني راه اللي عنده مستقبل كبير يعني في بوست زاد خاطر يستحق كل خير. زياد جمال الامام لعبت معاه برشا، لعبت معاه زياد خلق عاليه برشا وانسان بروفيسيونيل يعني في حياته، وستنى فونسون دو ديميتي بيتور هداف، وخاصة وقت مشى الاحتراف زاد تعلم برشا كرة، لعب في البرتغال في ديماريس ولعب في اليابان وسجل برشا اهداف. معناها لاعب مثالي على كل المستويات. فهمت؟ نتعداو للفقرة الموالية بطبيعة الحال تتعلق بالندوة الصحفية لجماعة كرة السرعة، نتبعوا وبعدها نفهم شنو الحكاية بالضبط. تونس حصل لها الشرف تنظيم كاس نسخة كاس العالم عدد 28، وكما في بالكم فما 19 دولة إن شاء الله باش تحضر. احنا حضرنا في مستوى الفني مع التدريبات مع الفريق القومي، عملت تربصات داخلية وتربصات خارجية، وكما علمت سيادكم اللي هي المباريات باش تكون في قصر الرياضة بالمنزه، والافتتاح ان شاء الله باش يكون يوم 4/26، والبطولة تبدا يوم 27 و28 ان شاء الله. عندنا استراتيجية، أول حاجة كما علمت سيادتكم احنا كان تفضل معناتها في الشهر الفارط رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السرعة، وكنا تقابلنا مع وزارة الشباب والرياضة وعملنا أكاديمية تونسية معناتها آسيوية لكرة السرعة، ومعناتها إن شاء الله السنة هذه معناتها باش نشوفوا 20 مدرسة. العام الثانية هي الاتفاقية على 4 سنوات، دونك السنة هذه 20 مدرسة، السنة الثانية 40، السنة الثالثة 80، والسنة الرابعة 160 مدرسة اللي هي ممكن باش يبداو إن شاء الله في كرة السرعة. والاستراتيجية متاعنا شير هي نشر اللعبة، وإحنا كما قلت لسيادتكم دونك إحنا عنا توجه رياضي وتوجه اجتماعي. التوجه الرياضي إحنا عنا نوادي وإن شاء الله نزيدوا نعملوا نوادي آخرين إن شاء الله ينخرطوا. التوجه الاجتماعي اللي هو إحنا رسلنا دور شباب الرياضة وعنا اتصالات مع مدوبيين، نعملوا أيام مفتوحة لنشر اللعبة بكرة سرعة.
نواصل مع نفس الموضوع ونذكر أن تونس باش تكون عاصمة عالمية لهذه الرياضة، رياضة كرة السرعة. شاهدتوا الصور، عرفتوا شنية الرياضة المقصودة. بالتأكيد في الفترة الممتدة بين 25 و30 أكتوبر الجاري، بلادنا تحتضن بطولة العالم في هذا الاختصاص في نسختها 28 لأول مرة، إن شاء الله بالحظ السعيد. وبالتأكيد عندنا تقاليد في التنظيم الناجح. باش نمشي للفقرة الختامية اللي هي ماتش وحكاية، مقابلة ودية بين تونس وبلجيكا عام 92. نتابعوا هذه الصور اللي اختارها جمال برناس ثم نعود للتعليق. سعد سيد زهر والرحموني والحكم الرابع من لهم من الخبرة والزاد والمعرفة ما يمكنهم من استعمال هذه المعلومات وانطلاق الكرة لصالح منتخب البلجيكي اللي يلعب باللون الأبيض على يمينه المتفرج. توزيع والكرة دائما لصالح المنتخب التونسي، قذفة أخيرة من لطفي الرويسي. ممتازة جدا بوركلمانس في التوزيع وشكري الواحد. طويلة من الرويسي وقذفة زيادة الخمساني تجيب ركنية. ترجع الكرة لصالح المنتخب البلجيكي، طويلة طويلة في اتجاه سيفيرينس وشكري الواعب باهية البلجيكي. وهذا هجوم لصالح المنتخب التونسي، كرة في اتجاه محجوبي 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 يوزع والدفاع وركنية وفرصة هدف أول لصالح المنتخب الوطني. لطفي الرويسي ينفذ مباشرة وترجع أمام، ممتازة جدا المهاجم في نفس الوقت يوزع واختطاف القذفة، ممتازة جدا ممتازة جدا. ترجع من جلو ليشري زيادة لمساني، عملية واحدة اثنين ثم لطفي الرويسي. لطفي الرويسي والهدف العود لطفي الرويسي. زيادة لمساني زيادة لمساني يحاول يقوم وما زالت كرة لصالحه. زيادة لمساني زيادة لمساني يحافظ على كرته يخرجها لمراد الغربي، باهية منه باهية منه مراد الغربي تتقص. خالد بن يحيى لليمين والفرصة التهديف للمنتخب البلجيكي. تحضير والقذف القذف و قبل ما تخرج الكرة جلو أمامنا رجع كرة اللاعب والاستعداد للقذف وباهية من شكري الواحد. 56 دقيقة لعب والنتيجة دائما هدف مقابل صفر ومخالفة مباشرة والهدف التعديل هدف زياد لمساني باهية منه فوزي الرويسي فوزي الرويسي فوزي الرويسي زياد لمساني والهدف الثاني الهدف الثاني لفهد المنتخب الوطني التونسي. تبدو لي أن المدافع هو اللي سجل المدافع هو اللي سجل خط مرمى. شكري الواعد طويلة في اتجاه زياد لمساني زياد لمساني ومخالفة الفهد. مقابلة عندها 24 سنة ما شاركتش فيها جمالي. لا أنا وقتها مصاب، كنت عندك إصابة وقتها. باش نرجع لك سي سلاح في كلمة أخيرة. ما تكلمناش على إيقاف النشاط، ما تكلمناش على ما نحبش نقول علاقة متوترة بين الودادية وسلطة الإشراف، هي ديما علاقة مودة وتبادل الرأي من أجل مصلحة كرة القدم التونسية. بيها احنا مش ما حبيناش الإيقاف، ودليل كونه الأسبوع الفايت كنا قلنا شنوقف النشاط، أعطينا فرصة بأسبوع. غدوة إن شاء الله ليفاكس كلها حاضرين من الجمعيات الأربعاء 19 أكتوبر نظام للجامعة والرابطة والوزارة ومانيش الجو الأسبوع القادم ما ثمش لعب. أنا قررته سيء رسمياً، هو مش قرار احنا قضية الله غالب وجبرته معنا وجبرنا معنا.
ما همش الأندية توا في أزمة مالية، يعني تصور أنت رؤساء نوادي ولا واحد وصلوا من لي من حتى جهة. صحيح كلامك صحيح، الأندية غارق والدولة غارق والبلاد غارق. البلاد الله غارق أولوية، هذول ناس راهم محترفين ياخذوا في شهريات. تصور أنت ثلاثة شهور اليوم ملي بدات الشامبيون، يعني مش نقول ثلاثة شهور ملي بدات الشامبيون، خاطر مكتب التحضيرات وناس خذات ملاعبية وناس استاجات ولوازم رياضية. اليوم وصلنا الطريق مسدود مع الأدى والأمر. سلاح كلامك صحيح ومن حقهم باش تاخذوا القرارات هذه، لكن الأدى والأمر بالحق جمعيات مالجري الصعوبات هذه كي تجي الميركاتو يشريك ب 30 ملاعبي بالطرناطة بالقدس يشريو. والله يغزر أنا تمنيتكم كيف ما تدافعوا كيف ما تدافعوا على الأندية، تمنيكم منهار طالبوا محاسبة الأندية وين ماشي الفلوس. لا 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 كي تاخذوا لهم فلوس وين ماشي الفلوس هذيك أخويا صاحبي. هنا هذه راهي دور صحيح، لازم يحاسبوا والمحاسبة موجودة راهو. احنا راهو اذا كان من حب انتم ممكن ما تعرفوش، اما راهو في كل موسم توقع جلسات العام ويعرف سي الهادي الجلسات العامه وفاهم حسابات مدققه، وليت الوزاره ما تعطيك الا ما تكون عندك عندها تقرير مالي وتقرير مالي هذا محاسب معناتها فيه الحساب صحيح معناتها 20% للصغار. وفي اخويا الحسابات هذه شكون يعملها؟ تعملها الجمعيه وفي الكونتابل يجيبو مالها اكسبير كونتابل يصدقني يبدا قاعد في داره يعطوه 500 الف يصح له الامور بريك اذا كان متعينوا الجمعيه نتمنى خلي يقدموا بي قضيه كلهم ودافع انت معاه. انت في الحصه الجايه اسمك تجي لابس خوذه. لا 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 بس خالد بن سياسي كلمه اخيره يحب بن سياسي يدل عليه وخذوا يمشي يدافع عليه بلاش. يا صاحبي خلينا نختموا الحصه سي خالد. ايوا خويا توفيق شو يقول لك؟ ديما انا كل موسم نلقاه لي ديفيكولتي هذيا. ما زلنا كي بدينا ويعني الكيف باش في الديبار والكيف ديجا طار. في الديبار كيف يعني دوبي تشامبيون ناس مش خالصه وناس مش خالصه ومشاكل وكيف ديجا هدت البرومي ديبلاسمون ما تشوفش تلعب يعني سي كمام يعني وتقولوا بروفيسيونيل. اين نحن؟ اي لازم نحضروا له يعني سلادي لازم نحضروا سلادي. كلمه اخيره واحنا سعداء طبعا بحضورك معنا انت وسي سلاح كضيفي شرف في هذه الحصه. انا مش نقول اخويا رؤساء الجمعيات اخويا تشد جمعيه تحمس ريتو هذاك صحيح تحمل مسؤوليته. انت اخويا ما تنجمش وتعرف الامور تاع البلاد صعيبه وتعرف الامور الظرف الاقتصاد صعيب وتعرف الولايات ما عادش فما فلوس وتعرف البلديات ما عادش فما فلوس والوزاره تعبه وكذا. انت اخويا رئيس جمعيه اخويا تحمل مسؤوليتك باش تقول لي اوصل سامحني يا سلاح باش تقول لي رؤساء الجمعيه اخويا خليهم الكل خلي الدوله تتحرك اخويا كي نلقاوش خذك العشر رؤساء جمعيات الدوله باش تتحرك. انا هكا البرنسيب نحب نوصل معك معاك. اما كي تقول لي مادام الجمعيه يقول لك انا في الاخر مش نلقاو رئيس الجمعيه تمشي والدوله اش تحب هي وكيما قال لك العام قالوا احنا معاك وبعد كده قالوا ربي معاك احنا ما تمش يا سيدي. اللي طالب بيه الجمعيات اللي طالب بيه الجمعيات من سلطه الاشراف ينسحب عليه كالمثل الشعبي نتاعنا البليغ يقول لك اللي تاكله العنز جداري يطلع على جلدها دباغ. معناها اذا كان احنا نجيو باش نتحاسبوا رغم ما نوصلوا لحتى شيء يعني من الاخر الناس كل غلطين وربي يجريها على السلاح وكاو. شكرا لكم جميعا على المتابعه والاهتمام. تحياتي لكل الزملاء اللي رافقونا في تامين هذه الحصه. نلتقي يوم الثلاثاء القادم دائما في نفس التوقيت على نفس القناه. متابعه طيبه لبقيه برامجنا وتصبحون على خير.